دنيا ماهر، اهلا بيك النهارده في مهرجان الفضائيات العربيه. اهلا بحضرتك مستي. ممكن تكلمينا عن دورك في ميت وش ولا ليه حبيب ولا قريب قلب الدنيا وكسر الدنيا؟ الحمد لله الحمد لله. يعني مش عارفه اقول ايه، نجلاء رغم انها كئيبه بس كانت وش ساعد عليا، فالحمد لله يعني الحمد لله. تكبستي للشخصيه في قد ايه؟ لا قعدنا نحضر عليها طبعا فترة بس مش طويلة، بس يعني اشتغلنا مع الأستاذة، بس يعني لا اشتغلنا شوية حلوين يعني. طب ردك ايه عن مقولة الأستاذة كاملة أبو ذكري لما قالت الناس اللي هي بتتنك الناس الجديدة انتوا ولا حاجة، كانت تقصد بيها مين؟ بصي الأستاذة كانت تقول هي عايزة الأستاذة تقول هي عايزة، فأنا لا ما عنديش حاجة أقولها في الموضوع ده خالص. طب هي كانت تقصد مين بالتحديد؟ كانت تقصد حد بالتحديد؟ صدقيني ما مش عارفة، وأنا أظن الموضوع كله كان سوء فهم وخلص، ويعني الموضوع مش مهم خالص. تمام. طب إحساسك إيه النهاردة وأنت داخلة تتكرمي يعني مسلسل ميت وش؟ مبسوطة طبعا الحمد لله، مبسوطة وبشعر بالامتنان الشديد يعني الحمد لله. ربنا يوفقك دايما. طب إيه آخر أعمالك أو أعمالك القادمة؟ المفروض فيلم مع استاذ هنيدي الانس والنمس، استاذ شريف عرفه واستاذه منى شلبي واستاذ عمرو عبد الجليل واستاذ صابرين وعارفه عبد الرسول ومجموعه كبيره ومحمود حافظ، المفروض ينزل يعني على اول السنه ان شاء الله. وبرده في اول السنه هيبقى في ابله فاهيتا، مسلسل مع ابله فاهيتا اول تجربه ليها في التمثيل، بس وان شاء الله خير بإذن الله. أتمنى لك التوفيق جدا، كنت سعيدة معاكي النهاردة. شكرا، ربنا يخليكي. ميرسي أوي كلكم.